السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صاحبة الحكاية بتقول: كان عمري بهذيك الأيام 12 سنة لما اتضح أمي مصابة بمس بسبب السحر، وبتقول ما برغب بالخوض بالتفاصيل والحالة اللي كانت عليها أمي بسبب هيك الله يرحمها، لأنها عانت بما فيه الكفاية. بس أنا راح أروي تجربة لا تنسى. بتقول: كان أبوي بجيب الشيخ عشان يقرأ على أمي بمجلس لضيوف، بينما إحنا بيغلق علينا لأننا كنا صغار باب مجلس الحريم لحين انتهاء الجلسة، وكان الغرفتين متباعدات بشكل كبير، مشان هيك ما كنا نسمع اللي عم بيصير. بتقول: كنت فضولية جدا، وأمر كهذا ما بخليه يمر علي مرور الكرام، مشان هيك مرة من المرات لقيت نسخة للمفتاح تبع المجلس تبع الحريم اللي كان أبوي بيحبسنا فيه. وبهذيك الليلة مثل العادة جاب أبوي لنا حلويات وأكل، وطلب مننا الهدوء وأغلق الباب وتركنا. بتقول: قمت أني وطلعت المفتاح، وما بنسى نظرات خواتي الثنتين اللي راح عادتني نفرح. بهذيك اللحظة اتفقنا انه ثنتين مننا نروح نتصنت على اللي عم بيصير هناك، اما الثالثة بتظل عشان تحرس اخوتنا الصغار الاثنين. بتقول: روحت اني واختي الكبيرة، وكنا بنسمع صوت تلاوة الراقي وصوت امي وهي عم تصرخ من الالم وبتطلب منه انه يوقف. بتقول: نظرنا من تحت الباب ولا كان في ضرب أو حتى شجر، مرة نسمع قراءة الآيات ومرة صوت الراقي وهو عم يطلب، هو يزجر هالجني، يعني كأنه عم بزجر شخص ما بالخروج أو أنه راح يحرقه، يعني الشيخ عم بيطلب من شخص موجود بالغرفة أنه يطلع أو يحرقوا. وهن البنات طبعا ما مش عارفات شو القصة. ومرة ثانية أحضر أبوي الراقي بساعة مبكرة من الصباح، كان بيظن أننا نايمين، مشان هيك راحوا لمجلس الحريم لأننا كنا بنملك جهاز استيريو هناك، وكان من النوع القديم السماعات بحجم الثلاجة الصغيرة الموجودة بالفنادق، أكيد بتعرفوا. وتقول: كنا بس أني وشقيقتي، أني وأختي الكبيرة اللي صاحيات، وكانت غرفة نومنا قريبة من المجلس، عشان هيك صرنا نستمع من أسفل الباب للي عم بصير، وكنا بنسمع صوت القرآن وكان صوت المسجد عالي. وخلال هيك حدثت المفاجأة، أختي الكبيرة نظرت لي وكانت نظراتها غريبة لا مستحيل اني اقدر اوصفها، وهي عم تبتسم. سألتها: نهى شو اللي صار لك؟ قالت لي: اني مش نهى. هون انا ضحكت: لكان مين انتي؟ الجني؟ قالت: نعم، واسمي صالح. قلت لها: نهى رجاء اسكتي ولا تمزحي. فقالت اختي: والله اني مو نهى، اني صالح. تقول صاحبة القصة: لطالما أثار الجن وقصصهم فضولي، ولطالما تمنيت مقابلة واحد منهم، لكن بهذيك اللحظة ما بعرف هي سعادة ولا خوف تملكني، والسبب ما صدقتوش أصلا. النظرات وأسلوب الكلام بالفعل اللي بينظر إلي الآن ويتحدث معي مش أختي. هون أني ما أظهرت خوفي، حافظت على هدوئي
وابتسامتي وسألته أنت وين بتعيش لكن؟ قال لي بطنها. هون أني ما قدرت أفعل أي شيء، مشان هيك زادت نظراته من خوفي، وخفت أنه أقوم أي حركة أندم عليها، يعني مثل طلب النجدة. مشان هيك قمت وأني أمثل دور اللي يعني مش سألانة ودور اللا مبالاة، وقلت إنها يعني كاذبة وادعت هيك عشان تخوفي، وهون بدوري يعني دعيت إني نايمة وما خبرت حدا باللي صار، لأني كنت يعني بحالة نكران. لكن بنفس اليوم ولما أنهت شقيقتي صلاة العشاء دوى صراخة، وكان تصرخ بشدة صرخة مؤلمة. ركضت على الغرفة فلقيت أمي عم تحتضنها وهي بتبكي. إجا أبوي بعديها وبحكي لي سر عائلتنا الدفين، هو ما بعرف إحنا لم نعرف. قال إنه أمي ممسوسة بجني واسمه إبراهيم، وكذلك أخوي الكبير لكنها كانت أنثى واسمها هدى، وما بعرف إن كانت أسماءهم الحقيقية. فالشيء الوحيد اللي تعلمته من هالتجربة إنه الجن مو كلهم، بعضهم كذابين، ولازم إنك تكون ذكي وما تصدق أقوالهم بسهولة. صدقوني لما عرفت الحقيقة أنا ما خفت، لأني أصلاً بعرفها، ولأن أختي اتضح بعد هيك كمان إنها ممسوسة. كنت أنا اللي وراها بالقيادة، إني أنا رقم 2، وتحملت مسؤولية الاعتناء بإخوتي أثناء حضور الراقي، ومش بس هيك، وإحضار بعض الأدوات إلهم كمان. بعديه بأسبوع قال أبوي وهو مبسوط إنه الجني صالح. لما سمعت الجني صالح بتقول ارتعشت لما سمعت اسمه. أبوي بيقول غادر جسد أختي، فهون فرحت يومها فرح عظيم، وقلت معناته في أمل إنه يخرج الثاني من أمي وأخوي. لحتى إجا هذاك اليوم اللي رحنا فيه لعند راس راقي بيسكن بمنطقة بعيدة، وكان بيقسم مرضاه بغرف أصحاب المس القوي بغرف خاصة، والباقين بغرف مختلفة. بتقول كان يقرأ بالمايكروفون والسماعات بتهتز من شدة الصوت. وإحنا على هالحالة فجأة صارت أختي الكبيرة تصرخ صرخة الممسوس اللي أنا بعرفها. ظلت تصرخ طوال فترة القراءة، ولما انتهى كانت بتلهث من التعب. بعدين أمسكت بإيدي وضغطتها وهي بتقول إياكي إنك تخبري أبوي أو أمي، إياكي إنك تخبري أي حدا باللي شفتيه. كانت نبرة تهديد. بالفعل إنها ثلجت الدم بعروبي. حتى الشيخ مر بجنبينا، صارت مرة تنقذني عشان أخبره باللي صار مع أختي، بس أنا التزمت الصمت لأني كنت خايفة وما بحط بالسر لحد يومنا هذا. بتقول اليوم صار عمري 33 سنة وما زلت بحيرة إن كان هالمدعو صالح لحد الآن عم يسكن أختي ولا لا. بتقول بالنهاية أمي الحمد لله تعافت، وأخوي كمان تعافى، لكن أمي اضطرت لاستعانة طبيب نفسي لعلاجها من آثار اللي أصابها من السحر، ولازمها على مدى أكثر من 20 عام. أعزائي المتابعين، لا شك إن الجن موجودين بيننا، هذا أمر لا يختلف عليه 2. الجن موجودين بالقرآن ولهم سورة كاملة اسمها سورة الجن، شيء هذا معروف، يعني مثل ما قلت ما بختلف عليه 2. ومنهم الجن المؤمن المسلم مثلين مثلي، صلي صوم بتعبد ما بيؤذي حدا، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه،
في منهم الجن الغير ذلك اللي هم معارضين الإسلام، في منهم اليهود، في منهم المسيحية، في منهم المجوس. هذول المؤذيين اللي بيحاولوا انهم يؤذوا المسلمين، ولكن كيد الشيطان بالأخير ضعيف، أضعف مما تتصور. كيد الشيطان ضعيف جدا. تخيل انه وقت المغرب لما بسمع صوت الأذان، الشيطان لما بسمع صوت الأذان أو الجن الكافر لما بسمع صوت الأذان بيهرب وبيسمع له ضراط كما ورد بالأحاديث، من شدة الخوف. فلازم احنا نتحصن بذكر الله عز وجل ونحفظ بعض الآيات عشان رب العالمين بسببها يحمينا. أعزائي المتابعين، لهون انتهت حكايتنا اليوم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، كتابة كومنت، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. السلام عليكم.